في البداية دكتور مصطفى، يعني نتحدث عن وباء كورونا وانتشاره في تركيا. الأرقام يعني كل يوم هناك حصيلة ربما تتزايد وربما أيضا تنقص في بعض الأيام. اليوم وصلنا إلى 98,674 إصابة، ووفاة أيضا 2376 شخصا. كيف تقيمون في البداية يعني اليوم إلى ما وصلنا إليه حتى هذه اللحظة منذ بداية انتشار كورونا وحتى الآن في تركيا؟ أولا أستطيع أن أقول أن تركيا اليوم نجحت نجاحا باهرا حتى الآن في السيطرة على سرعة انتشار هذا المرض. الهدف من في كل الدول يعني هو منع سرعة الانتشار، يعني أنا الكلمات هذه استخدمها بدقة، هو السيطرة على سرعة الانتشار. أما المرض سينتشر وهناك عدة سياسات، يعني هناك عدة سياسات للدول، منها من اتخذت أنه السماح بانتشار الوباء من أجل يعني أن يكون هناك مناعة كما يسمونها بمناعة القطيع. لكن تركيا صراحة حتى هذا اليوم نجحت نجاحا باهرا في السيطرة على سرعة الانتشار. أولا لم يحدث هناك انهيار في القطاع الطبي، اليوم لا تزال أسرة العناية المشددة أكثر من 50% من أسرة العناية المشددة فارغة، الأسرة في المشافي لا تزال أكثر من 60-70% منها فارغة، لم يحصل هناك إصابات كثيرة بين الكوادر الطبية. استطاعت تركيا يعني السيطرة على المرض من خلال أيضا اتخاذ الإجراءات من أجل الوقاية، وهي الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وتوزيع الكمامات على الناس. كل هذه الأمور يعني جعلت من تركيا اليوم كما صرح رئيس الجمهورية أن تتبوأ صراحة مكانة ربما تصبح بعد السيطرة على المرض بعد رمضان يعني مكانة عالمية. نعم. وكما صرح وزير الصحة يعني أن هناك كثير من الدراسات وكثير من المعلومات ستقوم تركيا بنشرها، ويعني أن تكون هناك نوع من الدراسات الخاصة في تركيا للسيطرة على هذا المرض. طيب دكتور مصطفى، يعني اليوم من يتابع على شاشات التلفزة مثلا في الوطن العربي أو في كل الدول العالمية يقول يعني أن تركيا وصلت إلى ما يقارب 100,000 إصابة، ويعتقدون أن هذا الرقم كبير جدا يعني بإصابات بفيروس كورونا. برأيكم هذا الرقم كبير أم يعني لا يزال بالنسبة أو مقارنة في بعض الدول الأوروبية الأخرى لا يزال يعني رقم ليس بالكبير ببعض الشيء؟ اليوم تركيا يعني خلينا يعني يجب أن ننظر ليس فقط على عدد الإصابات، لننظر على يعني عدد الوفيات. اليوم بلجيكا يعني عدد سكانها 16 مليون، عدد الوفيات زاد عن 4,000 وفية. نعم. البارحة ذكر وزير الصحة عدد الوفيات، تركيا هي 2.4 على ما أظن أو 3، هي أقل نسبة بالنسبة لعدد الوفيات. لا يمكن أن ننظر أن نقيس الأمر فقط بعدد الإصابات. كما قلت في البداية هناك نوع من عدد الإصابات هذا وخاصة عندما تكون نسبة الشفاء والتعافي من هذه الإصابات هي مرتفعة وجيدة، هذا يؤمن المناعة لدى شريحة كبيرة من المجتمع. وكما قلت هناك يعني بعض الدول أرادت أن يكون هناك انتشار للمرض من أجل أن يكون هناك مناعة لدى السكان. تركيا سيطرة يعني ناجحة واستطاعت، يعني يجب أن نقيس الأمر كما قلت في البداية على عدد العناية أسرة يعني عدد أسرة العناية المشددة الفارغة اليوم. نعم. الجاهزة لاستقبال المرضى، أسرة المرضى، عدم انهيار القطاع الطبي، عدد المتعافين الذين يتزايدون باستمرار، عدم انهيار القطاع الطبي، كل هذه الأمور تؤشر على أن تركيا اليوم هي ناجحة وناجحة أكثر من الدول الأوروبية. يعني في تركيا لم نشهد كما شهدناه في الدول الأوروبية، شهدنا هناك مرضى لا تستطيع المشافي استقبالهم في الممرات، يعالجون مرضى يحتاجون إلى العناية في العناية المشددة، يعني هم موجودين في المرمى، تم علاج المرضى في يعني أماكن المعارض والملاعب وكثير من الصالات. هذا لم يحصل في تركيا أبداً.